من البليده وين نروحوا؟ وين نروحوا؟ ايه يا جماعه، هدرنا قبيله على قلنا وهران، درنا اتصال مع اخونا منصور في وهران، تحيه لخواتنا في وهران، وبعد رحنا من وهران لبلادنا نتجولوا فيها كما حبينا. من وهران رحنا لوين؟ لقالما، ومن قالما ولينا البليده. هذا البلاصه نقول لكم حاجه، والله ما نقول لكم وين، ما نقول لكمش وين، بصح المهم في الجزائر. هذا البلاصه ما نقول لكمش وين، بصح المهم في الجزائر. اطلق 15، اطلق. ها اطلق شي وين هذه؟ وين؟ المهم في الجزائر. يا ايمن نحي نحي النووي بصح عاودها، هاي نحي النووي، زعما النووي ملح قبيله كاتب الملح وذوك مسوي نحي النووي. شا 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 سياحة والبيئة، سياحة والبيئة يا هم سياحة والبيئة، سياحة والبيئة يا سياحة والبيئة يا هم سياحة والبيئة. دوكا الحمد لله، دوكا المسؤولية ما فهمناش، دوكا اللوموا على الناس اللي جاوا يعوموا هنا، ولا اللوموا على السلطات، ولا اللوموا على البيئة، ولا اللوموا على من اللوموا دوكا هنا يرحم والديك. والله وقال لك نديروا السياحة، هذا ما نعرف لا ريش ولا هذا راه ريش ولا نيلو هذا ياه. المهم اجمع، المهم اجمع، عدتكم رحلة لشخصين، المخرج راه يقول لي رحلة لشخصين، ما نقولكمش وين حتى تقولوا لنا هذه وين. اتصلوا بنا على الرقم 38 01، قولوا لنا هذه وين، هذه وين. المهم رانا متفاهمين بالله في الجزائر، بصح وين وين باه نهبطوا السلطات المحلية. الى هذاك الوقت نخلوها معلقة. هاتلك المستشار روح للموضوع الاخر، يلا هاتلك الفليشات هذوك اللي يطلعوا يهبطوا. قال لي مستاج